تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من اخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك دعينا المولى سبحانه وتعالى ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات والامتين العربيه والاسلاميه بالعزه والرفعه والتقدم كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخويه التاريخيه المتميزه التي تجمع بين مملكه البحرين والمملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه